جاي اطمن عليكم وشوف ايش كان ناقصكم شيء. وبالمعيه بدي اشوف قد ايه صار فيه كورام. هلا بدك تشوف ابو رضوان وما تجي الصبح تشوف؟ الصبح ماني فاضي. شي؟ ليه صار فيك هالقد؟ شو هالحكي؟ صار في خير الله قوي، تعي قربي قربي شوفي تاكدي بنفسك. فرجيني ليش منيح؟ اه شوفي ها 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 ليه؟ يخرب بيتك شو عم تعمل؟ لك شو عم تعمل؟ ما بتستحي انت؟ شبكي يا ست خيزران ما سوينا شي غلط. كل هاد وما عملت شي؟ لك ما بتستحي على شيبتك انت؟ انقلعي طالع برا. عم تقلعيني من بيتي؟ هذا بيتي من وقت ما استكريته صار الي، اطلع لبرا. خلاص خلاص بقى خلاص لا تفتح عينا. اذا ما بتطلع برات بيتي يا امي عليك خلق الله. خرب بيتك شو قويه عم تتبليني، نسوان اخر زمن. انا عم بتبلى لك انقلع لك اطلع لبرا لك الله لا يوفقك يا كلب الله لا يوفقكم لك يخرب بيتك شو نسناس لك العمى لك شو عم يصير معنا يا عالم شو الدنيا اللي عايشين فيها؟ روحي يا مروه. آه يا ربي دخيلك. مبروك يا عروس. الله يبارك فيك عابدين. أخيرا يا رتيبي صرنا ببيت واحد. حاسس حالي خلقت من جديد. عابدين لك يا روح عابدين. من بعد الخطبة أنت غيرت لي حياتي. وصرت أحلم نعيش أنا وأنت ببيت واحد. بس بدي إياك توعدني إنك أنت تحبني وما تزعلني طول حياتك. لك بوعدك يا رتيبي، بوعدك. لك رح أحطك على راسي طوال العمر. ما تتخيلي يا مرت عمي قديش تشرفت بمعرفتك. يا حبيبي ربك مرتب هالكون، مرتب انه تجتمعوا مع بعض وتصير هالمفاجاه الحلوه. بتكون حقيقه انا لهلا مالي مصدق، حاسه حالي كاني بحلم. لك شو حلم ما حلم؟ انت بحقيقه يا ليلى. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. الله معكم. الله معكم. تقبري قلبي. تقبريني. تقبري قلبي. يا ترى شو صار مع ابو غضب؟ ودع احبابه ولا لسه؟ الله يخلينا اياك يا ابن عمي، الله يرزقك الهي. الله يرضى عليك يا ام زكيها، ما بدي عيدها، بدي ارجع ولاقي طبخ تجازي مفهوم؟ لك تقبر قلبي على راسي وحياتك لتيجي تلاقي احلى طبخه بالدنيا. الله يخلي لي اياكي، يا ريتني متجوزك من زمان يا ام زكي. يا ريت تقبرني، كنت شفت ليله القدر. زهور دير بالك حضرتك ام زكي مفهوم؟ على بابوشتي. بابوشة يلي تفجك ولا ضرتي خرسي. ام زكي تركيها تلعلي، الله يرضى عليك. قولتك. بدك شيء؟ بدي سلامة قلبك تقبرني. يلا تعيني. السلام عليكم. روح الله يكون معك.
الله يكون معك تقبرني، الله يكون معك يا حق إلهي. أنا اللي جديدة على قلبه لذيذة وحمل الحديدة وبلطه من الجنبين وآه يا يما ومن جوز التنتين. يا مو نحن لازم نبيع البيت بسرعة. بإذن الله رح بيعه ورح خليهم هن اثنين ناموا بالشوارع. الله يعطيك العافية يا خالتي. الله يعافيكي. والله أنا قلبي مو مطمن. مو مطمن بشو؟ حاسة صاير شي ببيت القهوجي وأبي ما بده يحكي لنا ياه. ونحن شو طالع بإيدنا؟ شو رأيك نروح لعندهم ونفهم منهم القصة؟ ما بقدر، بخاف يجي أبوك وما يلاقيني. روح رجعة ما منطول. والله بخاف يعرف إنه نحن رحنا لعندهم. لا أيوه، مين بده يقول له يا خالتي؟ طيب بتوعديني شو ما سمعت منهم ما تجيبي سيرة لأبوك؟ بوعدك. طيب أنا قايمة ألبس. يا ابو عزام منيح لي لقيتك. اهلي محجوب. اهلي عمي. انا ضايع وحياتي مربطه. ايش كان بتعرف وين اختي؟ اللي وين؟ الله يستر على عرضك. رح تعرف بالوقت المناسب. انت شو عم تخبوا عني؟ الله وكيلك ما تركت حاره بالشام اللي دورت عليها فيها ما عم لاقيها. اللي وين؟ الله يجبر بخاطرك. يا ريتني اقدر. لك ابني كل واحد عنده هم اكبر منه. مشان الله ما تواخذني عمي ابو عزام. من غرقي بمشكلتي نسيت مصيبتك. يا محجوب نحن ضحايا اخطاء غيرنا. بدنا نتحمل يا ابني، بدنا نتحمل. عمي ابو عزام انت غريمك قدامك. شو بتقصد؟ شكري هو القاتل. بس انا ما عندي دليل ضده. انا كيف بدي امسكه؟ بعد الحادثه بيقول لي جاي عليك الدور يا ابن الكندرجي. هو هيك قال لك؟ اي نعم هو هيك قال لي. اذا بدنا نفسر كلامه نعرف ايش كان هو القاتل ولا لا. حبيت اجي لعندك انا واخته ليحيى مشان نشرب فنجان قهوه. ما للزوم جايتك يا ست وفاء. يو ولشو هالحكي ست ام مصطفى؟ لانه ما في نصيب. وبقدر بعرف شو السبب؟ السبب انه ابنك قليل ترباية. ابني قليل ترباية؟ انت شو عم تحكي؟ ايه مثل ما سمعتي يا ست وفاء. ويا ريت تقومي تروحي قبل ما يجي جوزي ويشوفك هون وندخل بمشكلة مالنا فيها. لا ستي مالي رايحة لأعرف ابني شو سوى وليش انتو رفضتوا. ابنك عم يلحق بنتي من قرنة لقرنة، وهديك المرة جوزي شافه واقف عم يستناها قدام البيت. يو ابني ساوى هيك؟ ايه نعم هيك ساوى. ويا ريت لبقى تجي لهون لحتى تنحل المشكلة بين الرجال. لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي خالتي قومي، يمكن نحن غلطنا بجيتنا لهون. ايه مع السلامة. قبل ما نروح حابة احكي معك كلمتين. نحن فتنا على بيتكم من الباب مو من الشباك، وطالبين بنتكم على سنة الله ورسوله، وبدي اياكي تفهمي جوزك هذا الكلام. يلا خلينا نمشي. الله يصلحك يا ابو مصطفى. الله يصلحك. علي نبي
شو شكير افندي؟ مبسوط بالخطبة؟ شو مبسوط؟ يا طاير عقلي. لكان شو بك ساري؟ ليكون بالخطيبة. بالخطيبة؟ لكان بمين بدي اشرد؟ دخيل الوش انا. الله لا يحرمني. يا الله.